أحمد شاب نشيط على الشبكة العنكبوتية، يدون كل ما هو جميل لبعث أمل جديد. حين تلتقي به تراه بهاتفه يتصفح عديد المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في ظل أزمة كورونا التي جعلته متواصلا على الدوام مع مجموعات الفيسبوك للمساهمة بطريقته الخاصة في حملات التوعية والتحسيس بأهمية دعم الجيش الأبيض. ننشر كل ما هو إيجابي الذي يدعم الجيش الأبيض في حربهم الضروس ضد هذا الوباء القاتل لرفع معنوياتهم، خاصة في هذا الظرف الصعب. فنفسية الأطباء وممارسي قطاع الصحة تحتاج إلى دعم، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ميدانيا. يشارك في نشر الأخبار والمعلومات الإيجابية والصور المتفائلة تلك المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي للرفع من معنويات أصحاب الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء. أنا بارتاجي كل ما هو مفيد وإيجابي، مثلا عندي أصدقاء أطباء يتبعوا صفحة تاعي وصفحة ننشر مثلا دعاء للأطباء، مواد إعلامية، أناشيد للشحن، مثلا نشيد موطني، مثلا نخدموا مواد إعلامية إلكترونية يراها الأطباء، فيكون ذلك لهم دفع قوي. يسعى أحمد الجزائري إلى رسم ابتسامة على وجوه ممن يحرصون على حياة البشر. ونصيحتي لكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ألا ينشروا ما هو مسيء لمستخدمي قطاع الصحة من ممرضي وأطباء وعمال، خاصة وأننا نرى فيديوهات لايف مباشرة في المستشفيات التي تكون مفبركة في بعض الأحيان وتكون تسيء لقطاع الصحة. شاب يحاول أن يثير اهتمام متتبعيه من خلال طرح آراء وتعليقات إيجابية تزيد من رفع معنويات كل أفراد الجيش الأبيض وهم في مواجهة كورونا، فمنا لهم ألف تحية.